هم للأسف كلا المجموعتين لم يكونوا شجعان، حتى في تقرير ثاني نبغى نعرض بعد شوي، تمام؟ ما كانوا شجعان في المواجهة مع بعض. تبغى نعرض التقرير الثاني نتكلم عن الهجمة؟ إذا ناصر موجود قبل لا نعرض التقرير الثاني يا سلام. ناصر موجود كومشن روم؟ أعطني ناصر. هلا ناصر. صبحت بالخير. صبحت، شلونك؟ والله الحمد لله. ايش قلت في التقرير؟ يا طويل العمر دقيقة، نشوف تقريرهم ونرجع نكمل. ليه ما تتذكر ايش قلت؟ لا لا، نشوف تقريرهم، تقرير مجموعة. لا 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 لا. ها اسلم طال عمرك. ايش قلت في التقرير انت؟ قلت يا طويل العمر ان البرامج الواقعية ما هي بواقعية اللي انا شفتها للحين، ما في اي شيء اسمه واقعي ابدا. ليش؟ لان اللي شفته انا وعاشرته ما في اي شيء واقعي ابدا. الخلل عند من؟ عند الإدارة، عند المتسابقين، عند من؟ الخلل بالضبط ما ادري وين. كيف ما تدري؟ لا لا، الواقعي اللي ما اللي وقف. شفتها ما في حاجة ما وصلت لك. فضفاض، اصبر، ما نبغى نمررها. يعني هل الإدارة توجهكم تسوون حاجات ما تبغونها؟ لا. طيب يعني عند المتسابقين ممكن. انا ما ابغاك تقحم الجميع في الدائرة هذه. اي انا بعطيك خلني احكي قلبي. لان اذا كانت هي الإدارة اللي توجهك تقول سو كذا وتكذب على الناس وهذه مسألة. لا 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 اسمع، خلني احكي. ايوه ركز. لا انت قلت ما ادري. خلني احكيك. طيب تفضل. اول شيء يا قلبي، انا داخل هل اي شيء اذا جاء مثلا كلمني احد من الاعداد بجي بتكلم قدام عيال؟ لا صح. ايه صح ولا لا؟ ما فهمت. يعني فهد معيان مثلا، نضرب مثال، واجهتني انت فهد معيان برا زين، قلت لي يا ناصر بكره ترى تيجي عليك الكاميرا سوي كذا وتسوي كذا. حلو. هل صارت؟ ما قال انا اشوفها ممكن صارت. لا مو ممكن صارت ولا ما صارت. عنده معلومه. لا لا ما عندي معلومه. انا لو عندي معلومه قلتناها والله. لا على اي اساس؟ على اي اساس اتهم؟ لازم ابرر الموقف. على اي اساس اتهمني؟ هو متهم الان واضح، كان صريح. لا لا ما في. هو لو قال فلان سوى كذا كذا سوى كذا 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 كبر عليك، معناته وشو هذا؟ اسمع طيب، بس بطريقه غير مباشره. يا ناصر، ناصر سالفه انك تضرب الامثله بعدين تقول ما ادري، هذا اسمه هذا اسمه فاهم عيان. انا اقول لك هل لا حبيبي، هل يوجد؟ طيب سؤالي واضح، هل يوجد احد من الاعداد او الاداره او طاقم بدايه الذين يعملون فيها يكذبون عليكم ويقولون تصنع؟ لا 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 ما خليني اكمل، خليني اكمل يا قلبي. هذا كمل، خلني اطلق يا صل على النبي. لا تقحم لي الاداره في حاجات انت ما تعرفها حبيبي. صلاة السلام. اسلم بس. اسلم. يعني الاداره ما لها شغل صح؟ ممتاز، خليني اكمل كلامي. صح ولا لا؟ ما ادري. يعني لها شغل؟ ما ادري. كيف ما ادري؟ خليني اكمل كلامي بعدين احكم عليه. يا حبيب قلبي. يا حبيبي كيف ما تدري؟ انت قايل الان كلام. قلبي خليني احكي. طيب جاوب على سؤالي، خليك تكمل. ما ادري. لاني انا لو كملت كلامي بتعرف انت الجواب. لا انا احتاج تجاوب على سؤالي اول. اي سؤال بالضبط؟ سؤالي واضح. ايه. هل الاداره ممن يكذب على الناس؟ الناس؟ ايوه. لا. كيف يكذب على الناس؟ يعني يجيك يقول سو واحد اثنين ثلاثة ويلا عشان يسوق على المشاهدين. ما أدري. ما أدري. ممتاز ممتاز. أنا أحيل الموضوع للشباب في الإدارة. أول شيء خليني أتكلم يا فهد بن عياد. أعتذر منك. لا لا خلاص حياتي. لا لا, لا, لا جاوب على سؤالي زي الناس أعطيك أنا مجال. ما تجاوب لا. يجاوب على سؤالي زي الناس. أنا ودي يرجعكم شروا. أبشر، رجعوا لكم شروا. رجعوا يا شباب. كمل بس إذا كنت شجاع. خلني أخو رجاء يا ولد، خلني أكمل. خليك شجاع يا ناصر وكمل كلامك بوضوح، لا تكون فضفاض، لا ترمي. يعني حنا ترى شجعان، ما نقول والله بعض المتسابقين، نقول ترى ناصر سيء، فلان سيء، فلان ما قدم، ما نقول شيء. عندك شيء قل، قل في واحد من الإعداد قال كذا كذا كذا، قل. خلني أحكي. طيب تفضل. أول شيء يا طويل العمر، أنت قلت ميدي هل من الإعداد يتسبون على الناس؟ حلو. انا ضربتك مثل قبل، قلت يا فهد معيان انت تمسكني برا بتقول سوي كذا كذا، لا دخلت انا بقول فهد معيان. قال له لا، بس ان في حاجات يا قلبي صارت على البث الكاميرا تجيبه حركات اقسم بالله ما تسوى في البث. يعني اشياء اشياء يا حبيبنا ما جاوبت ولا يعني هذه لا ليدا يعني هذه بتوجيه من الاعداد. يعني بعضهم يوجه الاعداد يجي يسوي حركات صح؟ ممكن عاجبته السماجه اللي تصير. دقيقه، يعني بعض الاعداد يوجه المتسابقين ويسوي الحركات صح؟ لا. وش طيب وش تبغى؟ وش دخل الاعداد طيب؟ خلاص قلبي خليني احكيك. الاعداد ما لهم دخل، من اخوياي. اوكي، يعني الاداره والاعداد ما لهم دخل، يعني منكم وفيكم. بس ما راح تجيني الكاميرا يا فهد معيان وانا ما كلمتهم. يا حبيبي الاداره والاعداد لهم دخل ولا ما لهم دخل؟ خاف يستبعدوني. ما ادري عنك.
أنا أسألك الآن، أنت شجاع تكلم بالكلام اللي أنت تشوفه. إيه لهم دخل في إيش؟ من ناحية إيش بالضبط؟ هل الشباب يروحون ويتحيزون مع متسابقين ويطلعون متسابقين وأنت لا؟ لا. أجل. ما في تحيز. أجل هل الشباب يروحون للمتسابقين ويقولون له سوي كذا وكذا وكذا وخويك سوي؟ لا الشباب يكلمونهم من بينهم الشباب يكلم مثلاً الإعداد يا حبيب قلبي أنا بسوي كذا وكذا خلي الكاميرا علي، لكن الشيء ما يسوي. يعني المتسابق يذهب إلى الإعداد ويقول أنا عندي الفعالية الفلانية. نعم عندي نعم. يعني الإدارة ما توجه أحد. الشباب يطلبون. لا ما توجه. هو شباب يطلب. علمت شغلة أنا أختصر لك إياها خلاص. لا ترى هذه مسألة ناصر ناصر إيه لا بختصر لك إياها وناصر لا تتداخل في الموضوع ناصر يبغى يورط لا لا هو يا يثبتها اتهام الإدارة هذا يا على ما قيل يحال إلى الموضوع. شوف ناصر صح يا ناصر صح ممتاز. شوف ناصر علم شغلة من شغلتين. ناصر يعلم وعنده معلومة أنه في معدين يوجهوا متسابقين ومتسابقين يوجهوا معدين والاثنين يوجهون بعض ومتسابقين مع بعض بس ما يبغى يتكلم في كذا اسم... نعم نعم ما يحتاج جاوب ولا ابغى يجاوب. لا لا ابغى يجاوب انا ما ابغى يجاوب لا لا ما ابغى يجاوب ليه لانه هو ما هو شجاع في هالمساله هو بس نوش برمي كلام وبمشي بنمشي التقرير وبقول الكلام اللي في راسي وبمشي وانه برامج الواقعيه كلها كذا في كذا وانا الواقعي انا العفوي انا المسكين وانا لكن هو صدم بواقعيه حقيقيه من متسابقين المجموعه الاولى اللي طلع بينهم هو صفر لانه هو المتاهل المجموعه الثانيه الاول فطلع المتأهل الأول صفر بالنسبة للمجموعة الأولى ضعف الطوشة هو الضرر على عليه بس. وعندك شيء تعلقه؟ نعم تفضل. أول شيء يا قلبي صارت أنت تقول دخلت أنا لا دخلت أنا مع أخبال استهبال ما له داعي والكاميرا ما تجيب إلا لذا الاستهبال يا حبيبي وقلت لك في التقرير يا خنت صح أنت يا حبيبي يا قلبي خلنا حاتي صلي على النبي صلاة سلام. أنت لا تنقلني الملعب المتسابقين أنا سألتك عن الشباب الإدارة وفريق الإعداد قلت ايوه يروحون المتسابقين ويجيبون الكاميرا عليهم لا أصلاً. قلتك المتسابق يروح له هو لا يعني لا يعني خوينا معدنا ما له شغل ما له شغل ما له شغل ما له شغل اذا ليش تتهمهم قبل شوي اخلني حاتي ما اتهم انت اتهمتهم قبل شوي ليش ما اتهمت ابدا ما اتهمت سالتني قلت لك ما ادري قلت لك لا إيه؟ لا انت تقولي لا 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 قلتي ما قلت ما ادري طيب اذا طلعت قلتي ها اذا قلتي ممكن نسجل نسيت اي لا انت ما سجيت انت خفت لا أيوة. ما بتقول خفت انت ما انت شجاع انت ما انت لا اسمع اسمع والله ما انت بصامل وانك خايف من الرجال اللي معك اسمع اسمع ايه وتضربها بظهور الاداره لكن حندون عمرنا لا يا خفت من ذا ولا انا اعلمك يا ابني في الروم الرجال اقعد صامل يقدح على الرجال اللي معه يقدح علي قفل 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 ها بصاحي ايوه انا خليه يرجع يقول لا الواحد شجاع عنده بينه مشكله هو اخوياه والله علي بيني بينه مشكلة لكن ما راح أقول علي أدخل الإدارة في الوسط عشان ما أتصادم مع خويه مباشرة والله علي يروح عند الإعداد يقول له أنا بستهبل جيب الكاميرا علي أعطيك يا أخي من هو علي أو من هو المتسابق هذا اللي يوجه الإعداد من أنت ما حد يعرفك يا حبيبنا أنت صفر على الشمال. شوف شغلة بسيطة المجموعة الثانية كلها عن بكرة أبيها أنا أقولها وأنا شجاع وأحدد أسماء المجموعة الثانية كاملة متحاملة على مساعد أنت فهم يعتقدون ما يقدم مساعد تخبال زي ما يقولون هم وزي ما وجه سلطان الراجحي في التقرير وزي ما قال الأخ ناصر البريك وقالوا بعض الشباب أيضا كذلك إسقاطت عبد الله الحارثي على بندر شنط المارك أنه هو اللي يروح ويدي ويجيب ونفس الكلام نفس الطريقة بندر المطيري كان شجاع بس ما اتخذوه مطب صناعي طول برنامج وكان كل ما واحد اعطاه مطب صناعي كان يقول له نان صديق صديقي إيه كان شجاع بندر اما تجيني تقول والله يروح للاعداد يقول له انا عندي حدث ويجيب الاعداد يا اخي عادي والله والله مساعد ذهب اقوى مني حط والله ان لفكم حطكم والله ان حطهم بالجيب انت يعني الموضوع هو بكلام تويتر بالارقام تبغى ارقام نفتح التيك توك تبغى نفتح تويتر تبغى نفتح مقاطع في اليوتيوب دحم ضحك لفكم حطكم في جيبي اعطوني سلطان الراجحي في ندعي سلطان ولا المحامي براحتك انا بالنسبه انا ما